كما شهدت الندوة الصحفية حضور ثلاثة لاعبين هم أسامة الإدريسي الذي تحدث عن اختياره اللعب بألوان المغرب، وأيضا الوفد الجديد عبد الكريم بعدي الذي تحدث عن إحساسه بالانضمام للأسود، وكذلك فيصل فجر الذي شرح أجواء اللعب داخل المنتخب. كرة القدم ككوة دائما كل بريسيون للماتش مع الجمهور مع الناس اللي كيحبوك، وبالنسبة لي جات واحد الدرجة بأن المدرب ديال المغرب عيط عليا، وصراحة هضرت مع الفرقة ديال هولندا واحترموني، والصراحة أنا كاع ما كانش عندي الإحساس بأن كان بريسيون ولا شي حاجة. الكارير ديالي أنا والوالدين ديالي والعائلة اللي كيحكموا في داك الشيء، وبالنسبة لي جات لي فرصة مزيانة الحمد لله، وراني فرحان وفخور، وباش نلعب باش نلبس القميص ديال المغرب شرف كبير والحمد لله. الحمد لله، هذه أول تجربة لي مع المنتخب الأول. كنبغي نشكر المدرب بزاف اللي تاق فيا وعطاني فرصة أنني نكون مع هاد اللعابة كبار. الحمد لله ماتش اللي هو مع مراوي انتهز مزيان، كنتمنى أنني نكون في حسن ظن جميع الناس والمدربين اللي كانوا تاقوا فيا إن شاء الله. على الأمبيونس، على الأمبيونس اللي كان دير، المهم دابا عرفتوني، دابا أنا عزيز عليا نكون فرحان، ديما فرحان فاش كنجي مع المنتخب، فاش كنجي في بلادي، وشكون اللي ما يكونش فرحان؟ داكشي علاش ديما كتشوفوا لي فيديو تصويره وداكشي كنغني ولا كنشطح ولا كندير شي حاجه، حيت فوالا ديما كنفكر في لو باسي وداكشي، ولو غيف ديالي سيتي دو فير بارتي دو ليكيب ناسيونال، سيتي مون غيف، دونك انا كنجي بحال كوم سي سيتي لا بروميير فوا. Voilà, la fierté, la joie, elle sera toujours là, toujours d'actualité.